هذا علاج اللوكيميا، علاج أمراض اللوكيميا، أمراض السرطان بين قوسين. بصراحة بي في متاجرة وبي مع احترامي للقناة بي استهتار بحياة الناس. نعم هذا العلاج منقذ للحياة باحتراف الصحة العالمية، الأطباء كل العالم، ومكفول دستوريا، مكفول لازم يوفرونه للشعب العراقي. نعم بال 2017 انقطع 6 أشهر بحكومة العبادي وعديل أحمود وزيرة الصحة. بال 2018 انقطع 9 أشهر. طبعا هذا العلاج مكلف، صح مكلف بالصيدليات، صحيح واللي واكو ناس والله انا اشوف نساء يبكن يم الدكتور ويطلع ما عندهم امكانيه كروه تجي بتاكسي تشتري علاج مليون ونص، مليون و350، مليونين وصل. ب 2018 انا قابلت عن طريق دكتور كرار، قابلت ممثل شركه نوفارتيس السويسريه، دكتور عراقي، قابلته بكربلاء عنده مؤتمر. قال دزينا لكم شحنه طوارئ وصلت المطار بغداد برمضان بتاريخ 1/3/2018. قال الحكومه العراقيه بوقتها طلبت ضريبه على العلاج، رغم هي شحنه طوارئ مجانيه، بس شنو يستقطعوها اذا سووا عقد. نتيجه هذا بعدين انسحبت الشركه بال 2019، انقطع العلاج بال 2019، قسم بشهر الثامن ببغداد، قسم للمحافظات بالتاسع، وقسم بالعاشر، احنا بكربلاء بالعاشر. طبعا للعلم بكربلاء مرضى السرطان عددهم، بس مختلفة الأنواع، عددهم 6700، قسم منهم من المحافظات. بعض المحافظات طفت الكهرباء. مو مشكلة. هاي واحدة من منجزات الحكومة، بس افتح الضوء شوي، لا اطلع برا. هاي واحدة من يعني شو منجزات، تريد أحلى من هذا المنجز؟ شو تريد حجي؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله تعود إن شاء الله. هاي جتي. جتي ان شاء الله جتي. خاف على ترافيك لايت مربوطه براس الشارع مالتكم. والله هو بالعراق مع الاسف الشديد صارت حياتنا كلها تريك فلايت وكلها معاناه، منين ما تجي، مو الخدمات والعلاج، بس العلاج منقذ للحياه.